السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض محشي ورق العنب، أحلى محشي بأمر الله. دوت نص كيلو ورق عنب. طبعا بنجيب ورق العنب البناتي، طبعا كان كله بالشكل دوت. مسكت وقطعت العناقيد اللي زي دي كده، نقطعها كده ونرمي دي كده. وطبعا غسلته وصفيته من الميه كويس، وطبعا رتبت الورق كله على بعضه بالشكل ده. ودي الميه اللي هسلق فيها ورق العنب، هحط فيها شويه زيت. طبعا بنحط الزيت عشان ورق العنب ما يلزقش في بعض. وبعد كده هحط ليمونه، وبعد كده هنحط ورق العنب حبة حبة، مش هنحط كل نوبة. نغطسه كده. ونروح مقلبينه. بنقلبه كده هوت. اول ما بنحطه في الميه ويقعد حوالي دقيقتين لونه بيتغير تماما، وبعد كده هنطلعه من الميه. وبعد ما طلعت ورق العنب هحط كمان حبه زيت عشان نسلق بقيه ورق العنب، وبرده بنغطسه في الميه السخنه. ودي ورق العنب بعد ما سلقناه. طبعا ورق العنب اما بنسلقه لازم نوزعه في الحاجة اللي بنحطه فيها، ما نحطوش على بعض عشان ما يتهرش معانا. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ودوت الرز اللي هنعمل به المحشي. طبعا المحشي دوت هنعمله ني في ني. ودوت كيلو رز. طبعا لو هتعملوا نص كيلو ورق عنب بتعملوا كيلو الا ربع رز، انما انا مزودة شوية عشان هعمل نص كيلو فلفل. طبعا الرز غسلاه ومصفياه من مية كويس جدا، سيبته 10 دقايق لحد ما اتصفى من الميه كويس جدا. ودول بصلتين متوسطين فرمهم في الكبه وعصره منهم الميه. وطبعا ميه البصل بنرميها. ودي التوابل، معلقه فلفل اسمر، معلقتين ملح، معلقه كمون، معلقتين كزبره ناشفه. ودي صلصه الطماطم اللي هحطها على الرز. طبعا الطماطم بفرمها في الخلاط ومعاها فلفلتين حمر، وبفرمها كويس جدا وبحطها على البوتاجاز لحد ما تنشف من كل الماية اللي فيها. وطبعا بحط الزيت اللي هحطه للمحشي مع الطماطم ومعلقه سكر. وطبعا بنسيب الطماطم على البوتاجاز لما الطماطم تفصل عن الزيت، وطبعا كل شويه نقلب فيها. وبعد كده هحط الخضره، حزمه كزبره خضراء، حزمه شبت، حزمه بقدونس. طبعا غسل الخضار كويس جدا ومقطعاه قطع صغيره جدا. هحطها كده على الرز. وطبعا هقلب كل المكونات دهيت في الرز. بسم الله. وادي رز المحشي بعد ما قلبت فيه كل المكونات. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. طبعا دوت ورق العنب اهو، هنفرد ورق العنب كده اهو. شو ما شاء الله ورق العنب طري وجميل ازاي. ريحة الورق العنب جميلة جدا جدا جدا، عشان ورق العنب دوت بناتي. بنجيب الورقة الطرية تبقى خضرة خضار فاتح كده، تبقى الورقة طرية وبتلمع كده. طبعا الناحية الخشنة دهيت ده بنخليها جوه الصباغ. وبنجيب حبة الرز كده هوت، بنوزع الرز في الورقة كده، ما بنسيبوش في مكان واحد، لا بنوزعه كده. وبنروح جايبين الورقة كده قافلينها من هنا ومن هنا كده، ولفين ورق الصباع المحشي كده.
ممكن نحشي علقتنا كده، نقفل الورقة كده ونلفه كده. ودي يا حبايبي ورق العنب بعد ما حشناه، وبعد كده هنرصه في الحل. ودي الحلة اللي هنرص فيها ورق العنب. هنحط شوية بصل كده متقطع شرايح، هحط كم فص توم كده، وطبعا لو مش هنحط لحمة تحت ورق العنب بنرص ورق العنب على البصل والتوم دوت. بس انا هحط لحمة بقى، عاملين لحمة النهاردة يا حبايبي. وهنرص بقى ورق العنب على اللحمة. وبعد ما رصيت محشي ورق العنب في الحلة هنحط له الشوربة. طبعا الشوربة بتاعتنا عليها كل حاجة، عليها ملح وعليها فلفل اسمر وعليها ورق لورا وعليها كل حاجة. طبعا اللحمة سلقينها عادي خالص، دي شوربة اللحمة اللي حطيناها في المحشي. وبعد ما حطيت الشوربة للمحشي، طبعا الشوربة ما بتغطيش المحشي، بصوا اول صباع دوت مش متغطي، الشوربة تحت الصباع اول صباع على طول. وبعد كده هحط كام فص توم كده برضو، بيدوا له طعم جميل جدا. وطبعا والمحشي بيستوي على البوتاجاز لو عاش شوربة بنحط له، كل ما يعوش شوربة نزود له. حبات طماطم متقطعة دواير كده، وهحط ليمون برضو متقطع دواير. طبعا بنحط ليمونة واحدة. وبعد ما حلت ورق العنب خلصت اهيت وبقت تمام التمام، هنولع عليها البوتاجاز وطبعا هنغطي الحل. واول ما بتتشرب الشوربة اللي حطناها كلها بنوطي عليها تستوي على نار هادية. وطبعا هنشوف الحلة مع بعض اما تقرب تستوي. ودي يا حبايبي محشي ورق العنب بعد ما تشرب الشوربة اللي فيه. طبعا هنوطي النار على المحشي وهغطي ورق العنب يستوي على نار هادية وارجع لكم. ودي يا حبايبي المحشي بعد ما استوى اهو، وطبعا هنفضيه في السيرفيس مع بعض. فكيت الايد عشان خاطر نعرف نقلبها في السيرفيس. ودي يا حبايبي محشي ورق العنب بعد ما عملناه خطوه بخطوه مع بعض اهو. محشي ورق العنب دهوت بامر الله روعه. اسره مطبخ البيت المعمور تتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناه، وبدعواتكم يا حبايب قلبي، احبكم في الله، الف هنا وشفا، شير في الخير، نلتقي في فيديو جديد، كل عام وانتم بخير وبكامل الصحه، سلام.